صلاة الساعة 9 نهار مبارك قدم المسيح سبحوا الرب ده. وبين الشعوب عجبه عظيم وسبح جدا ومهوب الكل عليها في صنعة السماء قدموا الرب قدموا ده. فليفرح البر وليعبد البحر ولتفرح الديان وكل ما فيه، يعني إذا ابتهى كل شجر أمام وجهه لأنه يأتي يدين الأرض يدين مسكونة بالعدو والشعوب والسكان. الرب قد ملك سحاب وضباب حوله والعدو قدامه والنار تصف ولهيب عداه. نظرت الأرض ذابت الجبال وملكه وأخبرت وعينت جميع يخزي جميع السجدين المخرين بأصنام. اسجدوا للرب يا جميع الملائكة سمعت سرور فرح تهللت بنات يوزك أحكامك. أنت الله الرب العالي على كل الأرض فاعتقوا جميع يا محب الرب غدو الشر إنه يحفظ نفوسهم وأبراره ونجيهم من هيد الخطى نور أشرفين وفرح من الفرحة أيها الصديقين بالرب واعترفوا سبحوا لأنه الرب قد صنع أعمالا جيدة وخلص عن يمينه. أعلن الرب خلاص وكشفه قدام عدو وذكر رحمته ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نزلت الأرض هللوا سبحوا هللوا ورتلوا القصار وأبواق خافقة وصوت بوق القرن هللوا أمام الرب في العقب سكنين تصف جميع الجبال تبتهج إنه أتى يدينا الشعوب. الرب قد ملك ترتعد الشعوب على الشرفين تزلزل الأرض عظيم هو الرب ومتعالى كل الشعوب فارتفع اسمه العظيم مرهوم وقدوس وكرامته. أنت هيأت لسقامك القضاء ارفع ايدينا اسود وكلمين هارون بين كهنته وصموئيل بين الذين كانوا يدعون يستجيب لهم وعبودهم بما كلموا لأنهم حفظوا شهادته والأوامر أعطاهم. أيها الرب أنت استجبت لهم صرت لهم غفورا منتقما عن جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا اسجدوا في جبل مقدس هللوا اعبدوا بفرح ادخلوا امامه بالتفريح. هو صنعنا ونحن له نعم شعبه وغنم ورعيته ادخلوا ابوابه الى التراب تسبيح فانه الرب صالح هو والى الابد رحمته. ارحم لرحمتك وعبدك يا رب يسبحك وترنم وتفهم في طريق بدعي متى تاتي الدنيا كنت اثق بدعه قلبي في جريت بيتك لم أضع أمام عين أمر خب صار معصية أضغط لم ينسق بي قلب معوض. وعندما يلان الصغير عني لم أكن أعلم والذي اغتاب قريب وسر كنت طارده والمستخبرين بعيني منتف بقلب الموقر وعيني أنا جميل في السالف في طريق بلا عيب هذا يخدمني متكبر يسكن المتكلم الظلم المستقى أمام عيني في أوقات الغدوات كنت أكثر جميع خطار أبيد المدينة جميع صناعي الاسم هليلوا يا قال الرب لرجل الظالمين حتى أضع أعضائك موضع قدميك عندما أوضع قدميك عصا قوة يرسدوه معك الرياسة في يوم قوتك وآخ الدين بطنك أقسم الرب لم يمنتك كان المعطقس ملك الصادق الرب عن يمينك ويحطم في يوم ملوك يقضي بين الأمم أرجوس سنه ويسحق منذ وفي الطريق الشباب ما لذلك يرفع راسه اعترف معهم مشيئاته كلها مفحوظ جلاله بها عمل وعبد دائم الامتداء رحيم هو الله يعطى طعامه لانقيائه يذكر الدار من سوق اخبار الشعب وقوته ليعطيهم مراسه اعمال ايديه حق كل وصايا صديقه ثابته للظهر مصنوعة بالحق والاستقامة أرسل خلاص الشعب أمر وبعده للأبد اسمه قدوس مرهوب رأس الحكم مخافة الله والقيم الصالح كل يعمل بيه وتذبح إلى الأبد طوبى للرجل الخائف الرب يقوى نسله وجالس يبارك مجد لغيره وبره يدوم إلى الأبد نور أشرق في الظلم مستخبينه رب الله رحيم ورؤوف صالح والرجل يتراءى ويدبر أقواله بالحق لا تزعزع إلى الدار يذكر صديقه ولا يخشى من خبر السوء قلبه ثابت متكل على الرب قلبه ثابت تزعزع حتى يرى بأعدائه فرق أعطى المساكين بره دائم إلى الأبد يرتفع قرنه بالمجد الخاطئ يبصر فيغتاظ ويسر بأسنائهم يذوب شهوة الخاطئ تبدد هليل يسبح الرب أيها الفتيان ليكن اسم الرب مبارك من الآن إلى الأبد من شركة شمارين الرب عالم.
من مثل رب إله السخي الناظر الرافع الباسط كي يقدس معنا يجعلنا. أحببت أن يسمع صوتي وقال فأدعو كل أيام حياتي وتلفتني ضيقا وحزنا وجبت باسم الرب دعوت يا رب نجي الرحيم والصديق ويرحم ويحفظ الأطفال هو الرب تضعت الجاع يا نفسي من ضع راحتك لأن الرب أحسن أن ينقذني من نفسي الموت وعيني من دموع ورجلي من الذلة أرضى الرب أمامه في كورة الأحياء آمنت أنا تضعت الجنة. أنا قلت في بماذا كاف الرب عنكم وأن كاسر خلاص كريم أمور أمام قدسيه أنا عبدك أنا ابن أمانتك فلك أقطع بيوت ولك أذبح تسبيح باسم الرب أدعو وفنزور قدام بيت الرب في وسط أورشليم هللو يا من ينجينا وعلمنا روح بشير بركاته على من آمين. لما رجع الرسل حدثهم وفعل فأخذوا معه على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا فلما عرم الجموع تبعوه خبروا وخطبوا عن ملكوت محتاجين للشفاء شفاهم وكان النهار بدأ يمين فقالوا اصف الجموع يأتي من القرى ومحيطة ليستريح ويجدوا ما يأكلونه في الموضع القطر قال لا محتوم أنتم يأكلوا فقالوا ليس عندنا خمس سنتين نمضي وكان نحو 5000 رجل قال التمساكوا ومعبدين 50 وفقط ففعلوا هكذا واتكوا أجمعين وأخذ الخمس واتسموا في منظر السمو وبركة قد سموا على التلاميذ وأكلوا ما جمعهم ثم جمعوا ما أخذ من كسر 12 قف مملوءة يا من ذاك من أجلنا أمت حواس نجينا فاليدنا توصل قدامك قولك فهم تدخل أمتك يا من أسلم الروح في يد الآب على الصليب وقت الساعة سأديت لسه مصطوم الدخول في الدود لا تغفر على لنا تسارة زننا الضال قدس نفسي وضيفيمي وجعلنا شريك النعمة سلام خطيك الكلوكت من أحسنات قدم لك تسبحة أفضل من آخ كل شيء أيها المسيح دانا يا من ولدت من بتولة لا أخذ محبتك البشر نبي لا تتركنا من انقضاء وتسلمنا الضال لا تنقض عهدك ولا تعرف تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قدسيك لما أبصر رئيس الحياة قال لو المصلوب معنا ميدان متجسد مكان الشمس أخذ شعاع والمرضى المنتعدة أيها القادر إذ كنا يا رب يا من قبل الاعتراف اللص قبلنا إليك حكم الموت نقر بخطيانا ونصرخ معه إذ كنا يا رب إذا جئت من قوتك عندما نظر العالم على الصليب قال أما العالم يفرح أما الحشائر يا الله أول ظهوره أن تستلم عبدية العدو ونسألك من جسمك مبارك أن كل من شهوات العمية أيها الصالح تكن شهواتنا صلاة هذه الساعة التسبيح مقبولة أن نحن نصل بالدعوة تركنا من هذا الجسد المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح نصف بالرحمة وغفران الخطايا والخلاص مع مصطفى القديسين يبطل عنا قول كما دساهم ابنك الوحيد أخبرنا يا سيدنا يسوع المسيح كما قبلت عنه وأنت معلق علي الأمر علينا كما ردت الذين في الظلمة وردونا جميعا في قدوس النعيم لأنك يا سيد مبارك ينبغي بآمن.